احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت دي كلها على تجهيز المدينة ان هي تظهر بالشكل اللي بيليق بمكانة مصر الدولية قدام الوفود العربية والأجنبية اللي هتشرفنا في مصر أثناء البطولة. في بعض العناصر احنا ضفناها في المدينة في الفترة الأخيرة واللي كانت لازم تبقى موجودة الحقيقة من فترة، من أهمها دورات المياه العمومية اللي بتشكل ضرورة ملحة جدا للسكان المدينة أو روضها. تقدم لنا الفترة اللي فاتت دي مستثمر بفكرة جديدة ان هو يوفر دورات المياه العمومية للرجال والسيدات ملحق بها وحدة تجارية، وهيكون ملزم بصيانتها وإدارتها بشكل جيد، وده هيحقق التكامل ما بين الاستثمار وما بين الخدمات اللي المفروض تقدمها الدولة. الحقيقة احنا لما قدمنا العرض ده على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموضوع قابل بالترحاب جدا وقابل الدعم كله من السيد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والسيد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعلى الفور أصدروا موافقة، والموافقة دي كانت بتشمل كل المدن العمرانية الجديدة. الموافقة بتاعت دورات المياه العمومية دي بنقدر نوزعها على المحاور الرئيسية في المدن والطرق الرئيسية الداخلية جوه المدينة، وخاصة عند ساعات الانتظار في الأماكن التجارية عشان تكون بتغطي بشكل فعال، ما تبقاش متوزعة بشكل غير فعال. احنا بدأنا في اكتوبر بعشر وحدات، ودي كانت حاجة فريدة جدا من بالنسبة لمدينة اكتوبر على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بدأنا بعشر وحدات على المحاور الرئيسية، اشتغلنا على المحور المركزي والمحور المركزي الموازي، في خمس وحدات على المحور المركزي بشكل مبدئي وخمس وحدات على المحور المركزي الموازي، ودي بتغطي منطقة خدمات المركزية اللي في المدينة. المرحلة الثانية إن شاء الله بعد نجاح التجربة دي، أنا لازم برضو قبل ما أبدأ أنشر الفكرة أجربها وأشوف إنها فعالة وناجحة وبتخدم وأشوف عندي نيد ليها، فهنبدأ نوزعها على الطرق الرئيسية في المناطق السكنية كبداية، وبعد كده هنبدأ نوزعها في كل النطاقات اللي موجودة في المدينة وخاصة الأماكن المزدحمة زي ما سبق وضحت، إن احنا نحد من ظاهرة التبول اللي موجودة في الشوارع، ودي ظاهرة سيئة جدا وغير حضرية.